لكن خلاص طالما في واحد دوقت عنده كوره لازم ارجع. دي الكوره دي مكرره والكوره دي اتكررت كذا مره ومش من دلوقتي، عشان برضه نبقى واضحين، الكوره دي مكرره مش من دلوقتي، من ما قبل الكوره دي اتكررت كذا مباراه، وانا يعني شفتها كذا مره. فدي لازم يكون ليها حلول من نص الملعب ومن المدافعين. دي نقطه. الكوره انا دلوقتي اللعيبه عنده وقت على الكوره، ما ينفعش اقف، ما ينفعش يبقى ده موقفي، يعني وقفه احمد وقفه ياسر او متولي. الوقفه دي وقفت خلاص، في واحد من الحركه واحد من الثبات، لازم الاثنين من الحركه، لازم يبقى بجنبي وفي جاريه، انا واخد موقف وانا هجري معاه، وحتى لو انا جريت معاه، حتى لو اللعيب اخد الكوره فخلاص، لكن دي راحت بانفراد والماتش انتهى راحت بانفراد. فدي نقطه مهمه جدا، انا شايف ان دي نقطه اساسيه لازم تتعالج في النادي الاهلي. لو انت بتتعامل مع ليفل مختلف، مع ليفل اعلى، هتتعب وهتستقبل الاهداف منها، ممكن يكون الليفل انت بتتعامل معاه في الدوري المصري الى حد وكانت ممكن تيجي، ولكن لو مع ليفل اعلى مش هيرحمك. فدي نقطه مهمه جدا. في الجانب الهجومي شويه احنا طايرين قوي، حاسس ان احنا في كسره عدديه، ولكن حاسس ان هي مش عايز اقول على الفاضي بس كتير مبالغ فيها. انك يبقى نص ملعب على طول فاضي، الكره الثانيه في نص ملعب على طول متاخده مننا. لو لاحظت ان المرسي استقبل كتير جدا، استلم كتير كور كتير جدا في نص ملعب، فدي نقطه مهمه جدا. هجوميا في كسره، ولكن يعني مش يعني كتير قوي، يعني في عدد مبالغ فيه في الناحيه الهجوميه. أيوة. كابتن محمد، شفنا تغيير، بقينا بنلعب دلوقتي ثلاثه ارتكاز في نص الملعب، بس شفنا اثناء الهجوم بنلاقي ديانج مايل شويه ناحيه اليمين. ايه التغيير ده؟ احنا يعني فوجئنا بيه. ايه المقصود من التغيير ده؟ انت فوجئت؟ انا فوجئت بيه بصراحه. ليه فوجئت؟ انا كنت بقول ان هيلعب براس حربه واجاييه يروح ناحيه الشمال، ويجي جيرالدو ناحيه اليمين مكان احمد الشيخ. هو طبعا التغييره عايز يحط مثلا إليو ديانج ناحيه اليمين. يعني انا بصراحه شايف ان هي ممكن يكون عايز يدي احساس الملعب لإليو ديانج، ده ممكن عايز يشركه، لعب الماتشين اللي فات قعده وبعدين نزله. يعني انا بصراحه مش قادر افهم قوي ايه الغرض منها. ثلاثة ارتكاز الى حد ما مبالغ فيها قوي، يعني لما يبقى عمرو السوليه عندي وموجود حمدي فتحي وإليو ديانج الثلاثه وانا بلعب اسوان، فمش عارفها. ممكن يكون مستر فايلر عنده فكر او هو اضرب اللعيبه اكتر، فبالتالي حط إليو ديانج على اساس ان مش عايز يغامر دلوقتي بباجي، يستنى على باجي، يصبر على باجي ومروان ووليد سليمان، عنده ثلاثه ممكن كان حد فيهم يقدر يعمل التغيير اللي انت قلتها. لكن خلينا نشوف الشوط الثاني. بس انا متوقع ان هو طبعا هيبقى ليه دور كبير جدا في اوضه اللبس بين الشوطين، هيتكلم مع اللعيبه على الشكل طبعا اللي قاله كابتن علاء وكابتن عادل، في حته ان الضغط في وسط الملعب، حته المعدلات الاستحواذ بتاعه النادي الاهلي اللي مميز بيها ما كانش على الشكل المطلوب. كابتن هاني، توقعاتك للشوط الثاني؟ توقعاتي انا بس عايز اتكلم باختصار كده كابتن ايمن، يعني هي دقيقه واحده مش هطول، هي بس طبعا النادي الاهلي بدا كويس جدا لاول 10 دقائق بدليل ان احنا احرزنا هدف. الدقيقه 15 لحد الدقيقه 15 ماشيين كويس، مفيش اي مشاكل خالص، بس زي ما انت حضرتك قلت ان في تراخي شويه من بعض اللعيبه، في مشكله عندنا في استخلاص الكره، ودي هنتكلم عليها ان شاء الله بعد المباراه. لكن مجمل الشوط يعني لحد ما الدنيا ماشيه كويسه. طبعا عايزين نطمن بس على محمود متولي الاول ان شاء الله، لو في حد مراسل او حاجه يطمننا على محمود متولي، وان شاء الله تكون حاجه بسيطه. لكن برضو نادي اسوان بصراحه يعني عاملين جيم كويس لحد دلوقتي، عاملين جيم كويس وماشيين كويس، مش راهبين النادي الاهلي خالص، وبيتعاملوا مع الماتش يعني بشكل كويس جدا. طبعا دي حاجه تحسب برضو للكابتن احمد كشري، ان هو نازل مش خايف يا كابتن ايمن من النادي الاهلي، خايف بيلعب جيم مفتوح، ودي حاجه تحسب له طبعا. لكن اعتقد الشوط الثاني ان شاء الله لازم اللعيبه يبقى عندها واقفه مع نفسها شويه، عشان تقدر ان انت تاخد الثلاثه بونت مرتاح ان شاء الله باذن الله من الماتش. بنشكر نجومنا الكبار وكل التمنيات الطيبه للنادي الاهلي بالفوز ان شاء الله، ونشوفكم أعزائي المشاهدين بعد المباراة.